نختم النشرة مشاهدينا من جنوب الوطن، حيث نظم عدد من الأطباء والناشطين الجمعويين بالمنطقة النائية سبيت ولاية أدرار، نظموا قافلة طبية لمساعدة المرضى على مستوى العيادة المتعددة لخدمات سبيت. المبادرة لقت استحسان السكان الذين يأملون تكرار مثل هذه المبادرات التي تساهم في التخفيف من معاناتهم. اليمين بالعلمي رصد التركيا. نشكر الأطباء الاختصاصيين اختصاص مرض طب الأطفال والطب العام والطب الحنجر الأنف والحنجرة، كما نتمنى أن يكون هنا في مقر دائرة سبيت أطباء اختصاصيين يكونوا ثابتين. اخترنا منطقة سبيت لأننا وجدنا فيها قصور جمة وهم فيها أمراض كثيرة، والحمد لله وجدنا وساعدوهم الحمد لله أننا وجدنا استقبال حار من طرف سكان المنطقة، لأننا جينا نساعدوا هذا المرضى. أنا مريضة وبغينا الطب، الناس فيها السكر، الناس فيها لاطاسيون، الناس فيها أنا بعد أجليت وجاني بعد.